قول يا ترك، مين من الرجاله اللي ورا دي لو بنت هتتجوزها؟ حربي يا اسطى، حربي يا اسطى. ايه رايك في الكلام ده؟ تعال بس هنا. هو قال حربي اصلا. ايه رايك في الكلام ده؟ انا محترم يا صاحبي والله، شايف قول يا عم التيت شغال وكله شغال. طب اسالك انا سؤال، تدي عامر تقييم كام من 10؟ ايه طيب، ولا خليك شكل اللي قال عاملها عجبتك؟ ممكن اقول له مثلا 6.5. ايه رايك في الكلام ده؟ انا اسطى بصراحه ده حكت يا اسطى او غرور، هو كده غيرك مني يا اسطى. اقل حاجه يا اسطى 9 10 11. شايف الناس، انا بكلمك بقى، ما انت واجهه كده يا اسطى. عايزك تقول لي مين من الرجاله اللي ورا دي تجوزه لاختك؟ ولا واحد. ولا واحد. هتقول ايه اسمه؟ ازياد حسن، بس عشان هو راجل محترم. ايه رايك في الكلام ده؟ لا يا اسطى، اخت عامله شايف عامله بس هز. انا مش واقف. شايف مين من الرجاله اللي ورا دي اكتر واحد بتاع بنات؟ في كذا واحد، هو يا حسين يا حسن الشيخ. حسين. ايه رايك في الكلام ده؟ والله نظره، بس ما اعرفش غير امي واختي. شايف مين من الرجاله اللي ورا دي مراته هتسيطر عليه؟ حرام. انت ايه رايك في الكلام ده؟ انا مش مظبوط. شايف مين من الرجاله اللي ورا دي تستأمنه على حياتك؟ زياد حسن. اكيد المنسي، بس جامد والله. والله جامد والله، حبك وقلبك والله. خلاص بقى والله. تعالى بقى، مين الناس دي مش هتستأمنه على حياتك؟ سيف محمود. ايه رايك في الكلام ده؟ انا رايح في دلوقتي في بيتك، انا رايح دلوقتي، انا اسرع منك. صحيح. هو اللي يقول نفسه كده لو كنت ماشي معاه من زمان. مين من الرجاله اللي ورا دي خدت عنه اوحش فيرست امبريشن؟ انت يا اسطى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما ينفعش. كوفه يا اسطى، هو راجل جدع والله. لا يعني بحبه والله فشخ. ايه رايك في الكلام ده؟ قال لي كلام مغلوط. هو كلام مغلوط، ما ينفعش يقول الكلام ده. الراجل ده قال عليا كلام من ورا ظهري. انا اقول عليه دلوقتي كلام وانا مين؟ نيجي بقى احنا نقول فيه مين من الناس دي لو بنت هتتجوز؟ قدوتي زياد محمد. كده هو سامع على راسك، بس كابتن روفو حلو. سمعت كده ان انا حلو، هو الراجل بيفهم بصراحه. طيب نفسك كام من 10؟ كرمني طيب ولا اقول حق الله؟ حق الله. 5 بكتير، كرمني كرمني صدقني. مين اكتر واحد هنا تديله اقل ريتنج في الشكل؟ توفيق. توفيق. ايه رايك في الكلام ده؟ زياد محمد قال كده؟ اديني حقي بقى. دلوقتي زياد محمد قيم نفسه 5 من 10. 5 من 10 في الشكل. طيب انت من كام؟ 1.5. شايف مين من الرجاله دي ما يستحقش انه يبقى في الكليه هنا؟ كشكل ولا ك لا لا لا، ككليه هنا، كدماغ مثلا. الواد حسين. مين اغبى واحد من الرجاله اللي قاعده دي؟ شاهد. والله هو ما يعرفش الصراحه، مش عارف اجيب المعلومه دي منين. وانا غبي بس مش قوي كده، شايف واحد في الناس اكتر ممكن. الله يرسى يا عم، دوب كرش في نفسه. مين يا حبيبي؟ مين؟ بس انا بترك الموضوع اللي هي الجماهير اللي تقيمني. انا غبي ولا مين؟ شايف مين من الرجاله اللي قاعده دي عيالهم مش هيتوقوا؟ مش هيتوقوا. بص بص الصراحه يا اسطى، لو اب انا هحس ان ابويا شخصيه نايتي قوي. مش هرد عليه فيديو زي ده، انا هتعامل معاه لما اشوفه. شايف مين من الرجاله دي مش هيكمل في شغلانه لمده سنه؟ من الاخر كده هيبقى عواطل. هو اخره 6 شهور وهيسيبوه. قصدي كجسم يعني، قالوا له خد فيتامينات وتعالى اشتغل. بس عامل ازاي؟ دوم عليك. سناح. ايه رايك في النص اللي عليك انك اكتر واحد من الرجاله دي هتبقى عاطفي؟ هيعطل الكلام ده، الراجل ده مش تمام. انا قصدي ما عندوش معلومات. ما هو برضه كان قصدي ان ما عندكش جسم. يا عم راجل، بص راجل محترم وان شاء الله هيكبر ويعلم. بس انا بقى عاطفي فعلا، الكلام ده شكله حلو. شايف مين اكتر واحد من الرجاله اللي قاعده دي مش هتستأمنه على ربع جنيه؟ زياد محمد. بياخد بقى الحجز بيحطه في جيبه. منطقي منطقي. ايه؟ الراجل ده بقول لك كل سنه وانت طيب. انا بحب الجاكيت ده، وانا بحب عام، وانا بحب الاثنين. اتكلم بكل صراحه، اقول لك ايه بقى؟ ما هو قال لي اقول لك، انا اقول لك ليه وبعدين بقول لي السبب بتاعي. طيب. اللي انا كل مره في عايز السلام باخد من العيال كله 10 جنيه وباخد منه 20، هو بيدفع. ما هو نفس السبب. ما بيقولش لا. ما هو نفس السبب. ما هو بصراحه شو شايل منك من ساعتها. ايه؟ شايل منك من ساعتها. حقه بصراحه، والحجز جاي دفعه كتير برضه، هيدفع. انا بتكلم على الفاضي بس هادي. خلاص كده، انا شلت خلصت.